قطعه. لا والله يا فندم، بس في اصدارات رادو تاني ليدي هتنزل حالا، هنزل لك رادو تاني. جرينداش طبعا من فخر الصناعات السويسريه، وقلم من الاقلام الجميله لجرينداش، الكتريك بليتك جولد بالكامل القلم، قطعه من القطع الجميله طبعا اهو جرينداش سويس ميد ويوزد مش جديد يا جماعه، جاف مش حبر، وعليه اهداء جيركا. بيهلر، بيهلر ده كان حاجه بس مش عارف نعرف ممر بيهلر حاجه كده، مش عارف الاسم مش غريب عليا. قطعه من القطع الجميله، جنيه واحد ان شاء الله وبدون رجوع، جرينداس سويسري، وبدا مزادي على البند ولا يهمك يا طيب. تبات سهران فتحنا مزادنا على البند ب 200 جنيه. اعلى مزايدة عندي حتى الان 200 عند احمد بيه مجدي. ان شاء الله في سبح يا فندم في نص المزاد. سبح مميزة هتعرض في نص المزاد ان شاء الله. مزيد عندي حتى اليوم هي 400 بعد 300 500 عند اسامه 550 عند احمد بمجدي ومستر سعيد علي الصابر، ارجو تسجيل بيانات حضرتك احمد الصاوي، اهلا وسهلا بيك وارجو تسجيل بياناتك بالضغط على اللينك اسفل الشاشه. اعلى مزايده صحيحه لحد له بيانات هي 700 عند ابو الحلوين. ان شاء الله البند الجاي سبحه من العاج براميلي، حاجه من الحاجات المميزه، خرط جديد مميز. على مزايدة عندي حتى الآن أبو الحلوين إن شاء الله موجود 99 عناية أو شكواتي على الانتهاء. وأندو دروة نزل الكومنت ومبارك عند أبو الحلوين بسعر مميز جدا 700 جنيه.